حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فاقمنا عنده عشرين ليله وكان رحيما رفيقا فلما راى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم